اهلا وسهلا بكل متابعي اليوم السابع في كل مكان. بنواصل معاكم تغطيه حيه لاخر تطورات مقتل طفله على ايد عمها في منطقه بولاق الدقرور، بعد طبعا وصلت اعتداء بالضرب على الطفله من اجل اجبارها على الاهتمام بدروسها. فالطفله الصغيره يعني ما استحملتش الضرب العنيف اللي وقع عليها من جانب عمها ولفظت انفاسها الاخيره وتوفت. حاليا طبعا النيابة العامة فتحت تحقيق في الواقعة مع العم الطفلة او المتهم في الواقعة، وبدأت تحقيق معاه وبتواجهه بتحريات الاجهزة الامنية وبأقوال الشهود وبالتقارير الطبية اللي المستشفى اصدرتها، التقارير الطبية الاولية اللي اصدرتها المستشفى للطفلة. القصة بدأت لما المستشفى العام هنا في منطقة بولاق الدقرور استقبلت بثمان طفلة عمرها 13 سنة كانت مصابة يعني بحالة إغماء، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أن الطفلة فرقت الحياة بسبب الاعتداء عليها بالضرب. وبفحص جثمانها طبعا لقت يعني الفريق الطبي لقى وجود آثار عنف بيشير إلى وجود يعني اعتداء على الطفلة، اعتداء جنائي أدى إلى وفاتها بسبب طبعا وجود علامات في الجسم في الرجلين وفي منطقة الظهر وفي البطن وفي الذراعين في مختلف مناطق الجسم. بعد كده طبعا المستشفى أبلغت أجهزة الأمن اللي بدأت تجري تحريات حوالين الواقع عشان تعرف الطفلة دي توفت إزاي، واستمعت لأقوال والدتها والخالها ووالدها واستمعت لأقوال عمها. وبعد طبعا ما تم إجراء التحريات حوالين الواقع اتضح إن الطفلة يعني توفت بعد وصلت اعتداء بالضرب من قبل عمها اللي كان بيتابع دروسها وبيحاول يخليها تهتم بدروسها ويعني تقعد تذاكر، ولكن يعني فضل يضربها بشكل عنيف. الطفله الصغيره اللي عمرها ما تجاوزت 13 سنه ما استحملتش الضرب والاعتداء العنيف الواقع عليها، فده ادى الى وفاتها. وطبعا اسرتها وعمها حاولوا ان هم ينقذوها، ولكن يعني كانت البنت فرقت الحياه وتم نقلها طبعا للمستشفى. ولكن في المستشفى طبعا يعني الفريق الطبي ما لحقش يعمل حاجه لان البنت كانت خلاص يعني فرقت الحياه ورحلت عن عالمنا. طبعا بعد ما التحريات كشفت الكلام دوت بدات النيابه العامه تفتح تحقيق مع العم المتهم، وبدات تواجهه باقوال الشهود وتحريات رجال المباحث، ولسه التحقيقات شغاله لحد دلوقتي. النيابه العامه طبعا اتخذت عده قرارات على اسره الطفله، والدتها ووالدها وخالها وباقي الناس اللي كانت موجوده يعني بعد الواقعه ونقلت الطفله للمستشفى، الى جانب طبعا الاستماع لاقوال الفريق الطبي اللي وقع الكشف الطبي على الطفله الضحيه، ويعني كتبوا تقرير اولي اشار الى وجود عنف جنائي، وده كان السبب الرئيسي لفتح تحقيق في الواقعه علشان يعرفوا او علشان يحددوا ايه السبب وراء هذا العنف، واللي اتضح بعد كده ان السبب هو عم الطفله اللي اعتدى عليها بالضرب، الضرب المبرح لحد ما الطفله فقدت حياتها في الحال بسبب انها مش بتذاكر على حد قول يعني عمها اللي اعتدى عليها بالضرب، وكان بيحاول يجبرها انها تهتم بدروسها ولكنه خانه يعني التقدير، وبدل ما يهذب سلوكها ويعاملها بالحسنى علشان البنت تلتزم بدروسها، ولكن قرر ان هو يعاملها بعنف، عنف كبير ادى الى انها فقدت حياتها. وامها وابوها بدل ما كانوا بيحلموا بان الطفله تكون ذو شأن قدام في المستقبل وتكبر وتبقى يعني تتعلم وتتخرج من كليه وتشتغل وتبقى يعني عنصر فعال في المجتمع، فقدت حياتها بسبب العنف الموجه من قبل عمها. ده طبعا وفق التحريات الاوليه لحد دلوقتي. دي كل التفاصيل الخاصه بالواقعه. في تفاصيل جديده طبعا هتجد خلال الساعات القليله المقبله، سواء بقرار النيابه العامه ضد المتهم او ما يعني طبعا اللي هيصدر عنه نتائج تشريح جثه الطفله. كل دوت هنوفيكم بتفاصيله خلال الساعات القليله المقبله، سواء عن طريق بث مباشر جديد على الموقع الالكتروني اليوم السابع او على صفحات السوشيال ميديا. تابعونا. كان معاكم احمد الجعفري، شكرا. الاعتداء بالضرب بس ولا في اسباب اخرى ادت الى وفاه الطفله؟ وعلشان كمان تعرف الاصابات اللي لحقت بالطفله الكامله، سواء الاعتداء بالضرب او في اصابات ثانيه نتجت من عنف اخر يعني تم احداثه من قبل المتهمه، من قبل المتهم على الطفله الضحيه. النيابه العامه كمان طلبت تحريات اجهزه الامن
علشان تعرف التحليلات التكميليه، علشان تعرف كل التفاصيل وملابسات الواقعه. ويعني في اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي رجال المباحث بيجروا تحرياتهم حوالين الواقعه، بيستمعوا لاقوال شهود عيان في محيط المنطقه اللي شهدت الواقعه، و بيستمعوا لاقوال الاعتداء.